هو زين. هو هو سبب الكوارث اللي احنا الكوارث الثقافيه والفكريه الذي قاعد نعاني زين. منها. هذه الفتاوى ايه؟ هذه الفتاوى مزقت الاوطان، مزقت الشعوب، ايه؟ دمرت، فرقت الناس عن بعضها البعض، ايه؟ اوهمت الناس فتاوى لم نرى منها سوى الجهل والتفجير والتكفير والتطهير. هذا اللي احنا قاعد نشوفه. ترى احنا عندنا نوع من التطرف. تطرف اللي هو يعتبر التشدد والغلو في الدين، وعندنا تطرف في التساهل واللامبالاة في الدين. هذه جرائم يسويها نفس اللي يسويها هذا تماما، لان هناك من فهم النصوص على فهم خاطئ. اقول صحيح، كيف لعدم فهم يستمر لاكثر من 14 قرن؟ الى ليش فقط الامه الاسلاميه اللي صعب انها تفهم تراثها وتفهم النصوص الدينيه؟ والقران لا يتكلم الا ما يتكلم به الرجال. فانت عندك نصوص، ماذا انا الحين اعطيك مثلا، الناس يقول لك من قتل، اعطيكم الله الكلام حلو، يقول لك من قتل نفسا بغير نفس. نعم اوكي، الايه مثلا من سوره المائده، من قتل نفسا بغير نفس فكان قتل الناس. الايه اللي بعدها، انما جزاء الذين يقاتلون الله ورسوله يحاربون الله ورسوله كم الايه، تقطع ارجلهم ويصلبوا وتقطع ارجلهم وايديهم. شوف الايه بعدها على طول. فاذا هنا في مشكله، وسبق ان ذكرتها، ان النص الديني والتراث الديني في تفاسيره يحتوي على خير وشر في آن واحد، وهذه مشكلة. المسلمين في أمريكا، في بريطانيا، في فرنسا، في كندا، في الصين، ليش ما يتذابحون بينهم؟ ليش المسلمين في البلد الإسلامية يتذابحون؟ قول لي ليش المسلمين هناك موجودين؟ وليش المسلمين ليش يتذابحون؟ ليش المسلم يحلم أنه يهاجر إلى الدول الكافرة؟ من قلب أم موسى قال تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. يعني فكلامه فارغ جدا ومبني على قواعد، ومبني على قواعد. والدكتور عايد، الدكتور عايد فيه بعض الأمور الصح وفي بعض الأمور اللي بنصححها له. يعني أنا مثلا لما نشوف الإخوان دائما يقولون داعش مثلا إيه؟ اللي قاعد يسوونه ما يمثلون الإسلام، هالتيارات الميليشيات ما يمثلون الإسلام، ما يمثلون الإسلام. أنا الحين لو تسأل الدكتور شنو حكم المرتد؟ حيقول لك يفتي. شنو حكم الكتابي؟ يدفع جزية وهو صاغر. شنو حكم المشرك؟ يحارب. هذه كلها مخالفات. أزل. مثل اللي قطع اشاره عليه مخالفه، اللي يسرق عليه مخالفه، انت شايف اللي يدعم واحد عليه مخالفه، ايش حق تجيب لي هذا؟ هذا مخالفه يدفع مو المعذره. المعذره منو المسؤول عن المخالفه؟ سؤال ما يخالف. وزاره الداخليه تحيلها الى محكمه. يعني هذه القضايا اللي لازم يقتل فيها ولا ارتد ولا كذا، من يقوم فيها؟ تقارن وللامر قاضي. انا ما اسمح لا لنفسي ولا لك انك تسوي. هو ناصر ناصر تقارن مخالفه مروريه بقتل انسان ارتد عن دينه؟ نفس المرور. هذا في شرع، في شرع الله عز وجل يقتل، يجب ان يقتل. هذه يقيم الكتاب يدفع جزيه، يدفع جزيه وهو صاغر. وهو صاغر بس شنو؟ احنا قاعدين، انا بس احنا قاعد ندفع. هذا هو الفهم. الفيزا واحنا صاغرين. ما يخالف، لا لا تدفع صاغر يضرب على قفاه. لا مو معناته تضرب على قفاه، هذا صاغر كلمه صاغر. اصبح عليك المشاهدين كل يوم دشوا جوجل او اللسان العربي او اي تفسير. اليوم داعش خلاص، ما نأيد الدواعش لا اليوم ولا امس ولا بالغد. يمكن امس ولا اليوم غير ولا بالغد، ما نأيدهم. ان الله عز وجل شنو يبي؟ بعد حد يختلف على الله؟ شنو يبي؟ يبي تحكيم شريعته. يجي واحد يخالف الرب عز وجل بعقله، زين؟ يتعارض او يختلف العقل على خالق من بعض مخلوقاته العقل، يعترض العقل. ترى هذا الكلام تقوله داعش، ليش ما تعيده وتخلص؟ ترى هذا يقولونه. انت ما تبي دوله اسلاميه؟ يعني اعلنوا الدوله الاسلاميه على الخلافه. عفوا ابو احمد، يعني انا ترى ان الشباب لماذا هم يغرر فيهم؟ اعتقد بان عنصر الترقيب الاخروي اللي قاعد يزرع في لاوعيهم المتعلق بحور العين وحور العين وكذا، ونتيجه فتاوى وارث يحرم كل ملذات الحياه البريئه لهم. يحرمون الموسيقى، يحرمون الغناء، يحرمون المسار، يحرمون النحت، يحرمون الحب، حرموا كل شيء. فبالتالي هذا الإنسان ما عنده شيء يخسره أصلا في الدنيا. أعتقد إلى اليوم هم ما أنكروا أدبيات وأصولية داعش. هم يتفقون في الأصولية وأدوات داعش الفكرية نفسها، في الحدود وتطبيق الشريعة، ويريدون دولة إسلامية. وإلى كلامهم وردي، الإسلام الصحيح، الأهل الاختصاص، لا لا، يعني ما ندري منو.
انا اعتقد اليوم ان الاوان ان احنا نتبنى المشروع العلماني العقلي العلمي، وان نخرج الدين من مفهوم الجماعي ونختزله بالفرد. كل انسان حر بفهم دينه واعتقاده، وهو حر في تبديل دينه او اعتناق ما يراد من مذهب او دين او كذا، وينشر افكاره وفق ادوات حقوق الانسان المعاصره.